في حقيقة حنا فرحانين بزاف بهذا التطور اللي وقع عندنا في هذا البلاصه. اللي حنا كنا بحال منفيين، ومني جا الطوبيس هنا راه شي حاجه زوينه واكيد غتنفعنا بزاف. وانا دا كنقرا دابا في لافاك، يعني خاصني واحد نخرج الوقت بواحد ساعتين قبل الوقت يلاه باش نوصل. ولكن دابا الا كان الطوبيس حدا الدار يعني ساعه راه يقدر ياخذ داك الوقت تمشي فيها وتوصل في الوقت ديالك مرتاح وكلشي. وفي الحق احنا كنشكروهم بزاف وكنتمناو منهم يزيدوا يطلبوا مطالب اخرى محتاجه هاد البلاصه هنايا، وكنشكروهم يعني كنتو كتعانوا من نقص المواصلات بزاف بزاف، كنا كنعانوا بزاف. ولكن دابا الحمد لله مع الطوبيس راه غيتبدل داكشي. هاد القضيه مزيان، عجبني الطوبيس، غينفعنا وغينفع الدراري ديال المدرسه وغينفع بزاف ديال الناس. كنشكرهم وكنشكر جميع الناس اللي عاونوا. وعلى لا الدراري كيقراو، الدريات دابا كيلحقوا واحد السنه وما بقاش يقدروا يمشوا للمدرسه، يعاودوا يخلصوا الكارطه ويمشوا ديال المدرسه، مزيان عليهم. ايوا سيدي الله يخلصهم، هذا الشيء اللي كنقولوا كنشكروهم. كان بنادم اللي بغى يجي هنا خاصو يركب في كارويلا تقلب به في الطريق ولا ما توصلوش كاع. وعلى لا الله الا مقلوبه الكارويلا بنتي انا دروك مهرسه خمسه الهرس. اي فرحانين، والناس راه ناشطه كاع، دابا كاع الناس ولاو كيقول لك راه شويه تفكرونا. باقي قال لي خاصهم مع ذاك واد الحار، قال لك باش يولوا من السكان شويه هو اللي ضايعين فيه. ما دابا راه شويه الوقت ولا الناس اللي بغا يعود للمدينه يلقى الحافله كتوصلو حتى للمدينه. اما من قبل كان خاصك شحال تهود تضرب واحد جوج كيلومتر هذا غتلقى ذاك. مزيانه كان على قرب الوقت، بنادم اللي بيخرج ويجي معطل ولا شي حاجه مزيان كاين طوبيس. الوقت من هنا كتمشي حتى ل 108 تاع كضرب ديال الطريق عندك توصل الطوبيس. دابا مزيان من قرب الطوبيس حدانا هنا نخرجوا نلقاو الطوبيس، دراري كيمشيو للمدرسه ما يوصلوش هناك متحمر، كيوصلوا معطلين كتشد ندازه تلقاهم داوي قراو. ملي تجي تقول لك ما دخلت لقيتهم دخلوا الحصه ما لقيناش طوبيس. ضروري بزاف. دابا مزيان الحمد لله، حنا ملي سمعنا قالوا راه غادي يجي ما صدقناش، ولكن ملي شفناه الصباح عجبنا. قلت لك امي عندها مرض مزمن كنلقى صعوبه هنايا، ودابا انا فرحانه صراحه. كنفيق مع الربعه يلا كنوصل، كنديرها في الكروسه وكنصوب هنا حتى 108، كندوز على الهدايه وكنمشي حتى 108. الحمد لله والشكر لله بزاف. واش ليك انا دابا غادي نشوف بديك الفرحه غاديه فيه، ما عندي حتى غرض غير من تيدوز على حساب امي، حيت انا دابا الصباح ديتها رفقت مع الربعه ومشيت حتى 108، غادي صايقها من هنا من هنا وانا غادي صايقها كتوحل لي الكروسه في الحجر. يعني كنتمنوا تحقق مطالب اخرى، مازال من الوقت بزاف بزاف كنعانيو بزاف، حوايج خاصينا مازال باقا، مازال خاصنا حوايج اخرى. فرحانين دابا بزاف فرحانين تصورش والله العظيم بزاف. خاصنا واد الحار، خاصنا مدرسه، سبيطار، كوميساري، بزاف الحوايج بزاف الحوايج مازال. فرحانين والله العظيم بزاف. وخويا الطوبيس راه مزيان بالنسبه لهاد الساكنه هادو اللي بغاو يهول مثلا السوق ولا بغاو يهول المدينه ولا شي حاجه، القضيه راه مزيانه ماشي بحال الكراول ولا كلشي. انا استوجب من المطالب ديالنا وصلنا الطوبيس مزيانه، هو ما وصلش دوار وادي يوسف حد دوار قيجوتي، راه مزيان لينا الطوبيس هو مزيان. ها من طبيعه الحال الدراري ما كيمشوش للمدرسه خصهم ترانسبور باش يمشوا، وني كان خاصو يوصل لدوار ولاد يوسف، ما وصلش لدوار يوسف حدو قيجوتي. حنا انا راه عندي جوج دراري دابا بغيت ندير لهم قارني للطوبيس، ولكن ما وصلش راه يضرب نص في الطريق، فهمتي؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.